ضيفنا لليوم الدكتور حسن إبراهيم، أخصائي بأمراض القلب. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير لكم ولكل بلدنا. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلين. يعني مثل ما حكينا اليوم رح نحكي عن أمراض القلب وفيروس كورونا. خلينا نبلش، ما هي أكثر المشاكل شيوعا اللي بيكون موجودة طبعا عند مرضى القلب واللي بتصير خطيرة مع فيروس كورونا؟ فيروس كورونا هو انتان فيروسي بيصيب كل الجسم، واللي لاحظنا ببلدنا بالفترة الأخيرة انه هالفيروس عم يصيب أجهزة متعددة، لكن نعمة كبيرة انه هو ببلدنا تحديدا عم يعف شوي عن الجهاز التنفسي. نعم. فكل الأعراض يلي عم تصير حاليا بسبب الانتان بهالفيروس هي التعب والوهن وارتفاع الحرارة وقلة الحيل ونقص الشهية الشديد ونقص الشم والإرهاق الشديد، الآلام العضلية ونادرا اللهتة، وممكن أحيانا نشوف السعال. لاحظنا انه فيروس كورونا في مناطق كثير كان يصيب اجهزه بعينها، مثلا شفنا بالعراق كان يصيب الجهاز التنفسي، ولذلك كانت الاذيات كبيره ونسبه الوفيات اعلى. يمكن ببلدنا نحن محظوظين انه هو عم يصيب الجهاز التنفسي لكن بدرجه اقل، ولذلك الحمد لله انه نسبه الوفيات في بلدنا اقل من بقيه البلدان بسبب يعني عدم اصابه الجهاز التنفسي بشكل كبير ومتواتر. هلا فيروس كورونا من اهم الاعضاء يلي ممكن يصيبها، وهذا الشيء اللي شفناه عالميا سواء بالصين بوهان او بايطاليا او بامريكا، انه كان يصيب العضله القلبيه. هلا في عنا جانبين لهالاصابه، في ناس بالاساس عندهم امراض قلبيه، عندهم داء اكليلي، عندهم نقص ترويه قلبيه او اعتلال عضله قلبيه، وفي ناس ما كان عندهم شيء نهائيا اي مرض من امراض القلب، لكن مع ذلك الفيروس صابهم وصاب العضلة القلبية، والفيروس كان يؤذي العضلة القلبية وكانت الفيروسات تتكاثر بالعضلة القلبية وتخربها، وكان عم يقلد إلى حد كبير الداء الإكليلي، ولذلك في مرضى كتير صار عندهم اعتلال عضلة قلبية بسبب هالفيروس. نعم. الآن خلينا نحن الفيروس هاد يعني الإصابة فيه تعتمد على مناعة الجسم. نحن لاحظنا انه هن بالاول كانوا يقولوا هذا مرض بيصيب الكبار ليروحهم، لكن ما ثبت هيك. في ناس كبار بالعمر كانوا ينصابوا بالفيروس وشفيوا، وفي ناس صغار مثل ما لاحظنا شباب في ريعان الشباب وعلى درجة عالية، وفي منهم أطباء أنه راحوا وتوفوا بسبب الإصابة بهالفيروس. طب ليش هدول أنه ما عم ينصابوا؟ شو التفسير العلمي لهالموضوع؟ فيروس كورونا هو بناؤه الكيم يعني تركيبه مشابه الى حد كبير للفيروسات القديمه اللي كنا نتعرض لها في بلدنا وفي كل الدنيا. فالناس اللي كانوا يصابوا بالفيروسات القديمه تشكل عندهم مناعه، فلما عم يتعرض الانسان لهالفيروس عم نشوف اذا كانت مناعتهم كبيره للفيروسات القديمه اللي هن سارز، وتعرفي كنا تعرضنا لفيروسات السنوات السابقه. فاللي كان عندهم مناعة قوية جدا ما صار عندهم أعراض نهائيا. صحيح. الناس يلي كان عندهم مناعة ضعيفة لا شك أنه تعرضوا بدرجات متفاوتة. الأعراض يلي حكيناها قبل شوي ممكن نشوف عرض واحد، ممكن نشوف عرضين، ممكن نشوف الأعراض كلهم، والمريض يصاب بإصابة صدرية شديدة وقد تكون خطرة على حياته. نعم. فهي درجة المناعة وقوة الجسم في مكافحة الفيروس هي اللي بتحدد مدة الأعراض وشدة المرض و يعني خطورته على الإنسان. هلا الشيء المهم بالموضوع انه كل الناس اللي عندهم امراض تنقص المناعه، مثل ارتفاع التوتر الشرياني، مثل الداء السكري، مثل القصور الكلوي مثل ما قالت اختي، مثل امراض القلب الاكليليه واعتلالات العضله القلبيه، هدول لا شك هن اقل مناعه من غيرهم، وهدول رح يتاثروا بالفيروس تاثير اكبر من غيرهم، وبالتالي ممكن يشكل خطوره على حياتهم، ونسبه الوفيات عاده ممكن تكون اعلى عندهم. نعم، يعني دكتور بالفتره الاخيره كثير ترددت عن مسامع الاشخاص، وفي دراسات اجريت وقالوا انه يلي عنده امراض قلب هو طبعا من خلال الادويه اللي بيوصف له اياها الطبيب هي المميعات، ففي حال لا سمح الله اجى فيروس كورونا لمريض القلب
دائما من الاجراءات الوقائيه انه ياخذ اسبرين. هذا الحكي لاي حد هو مزبوط؟ يعني انه ياخذ اسبرين مجرد ما انه حس باعراض؟ الفيروس لما يصيب العضله القلبيه ممكن ياثر عليها بطريقتين، يعني الجلطات ممكن يؤذي الخليه وبالتالي يخرب العضلة القلبية وبالتالي يساوي فيها قصور وضعف، وبيصير عندنا شيء اسمه اعتلال العضلة القلبية التوسعي بالإنتان الفيروسي. وممكن بطريقة ثانية هو الفيروس بحد ذاته نتيجة الإصابة الشديدة والمرض المدنف الشديد بيصير في عندنا تأهب للخثار. كثير من مرضى كورونا كانوا يجوا بأعراض قلبية، بألام صدرية، كانوا يجوا بألام خناقية. فهدول المرضى لما كنا نساوي لهم نحن التحاليل الخمائر اللي بتدل على أذية العضلة القلبية كنا نشوفها مرتفعة. عادة ارتفاع الخمائر في أذية العضلة القلبية نحن نشوفه بالاحتشاء وبأذية الشرايين وبالخثار اللي بيصيب الشرايين، لكن ساووا لهم هدول المرضى قسطرة طلع انه شرايينهم ما في شيء. لكن بالتدقيق وبالدراسة التشريحية المرضية لقوا انه هدول المرضى عم يصير عندهم خثار بالشرايين الصغيرة، ولذلك استعمال المميعات هو أمر ضروري في مرضى القلبيين اللي مصابين بكورونا. الشيء الثاني اللي أنا حابب أقوله إنه هدول المرضى نتيجة الدنف الشديد، نتيجة قلة الحركة، الاستلقاء المديد في الفراش، هدول عم يصير عندهم خثار بأوردة الطرفين السفليين. ولذلك هدول الأسبرين ما عاد هو كافي لتمييعهم لحتى يحميهم من الخثار الوريدي أو من الصم الرئوية. هدول لازم يتميعوا بمميعات أقوى، وهالمميعات لازم تكون عن طريق تحت الجلد أو عن طريق الوريد، ولازم يتميعوا بشكل رسمي وبشكل علاجي، وخاصة إذا صار في عنا خثار بأوردة الطرفين السفليين. إذا الإصابة في الشرايين هي إصابة مؤكدة، التمييع هو ضروري، الأسبرين بيفيد كتير، المرضى اللي بيصير عندهم احتشاء لازم يتعالجوا معالجة الاحتشاء، ولازم يتميعوا بشكل كامل وبشكل علاجي. نعم. كمان دكتور من الأسئلة كتير اللي بيسأل عنها الناس اللي هي المكملات الغذائية وحبوب الفيتامينز. كتير عم نسمع أنه هلا الأشخاص عم ياخذوا كتير فيتامينات لحتى يقووا مناعتهم، هل هذا الشيء بيأثر على مرضى القلب ولا لا؟ له آثار جانبية؟ فيروس كورونا هو مرض جديد لحد الآن ما في علاجات صارت عليها دراسات يعني قوية تؤكد شفاء المرضى وتوقيهم أو تحميهم من المرض. لازلنا في طور الدراسات، لازلنا في طور تجريب الأدوية، لازلنا في طور تجريب اللقاحات. إلى الآن ما في لقاح لحد الآن بيحمي من المرض بشكل أكيد، كل يوم بيحكوا عن اللقاح ولحد الآن ما تطبق شيء، يعني والدراسات كلياتها واعدة بهذا الموضوع. الآن شو هي العلاجات اللي بتفيد مرض كورونا؟ كان ينحكى كثير عن الهيدروكسيكلوروكين، كان ينحكى عن الازيتروميسين، لكن يا ترى هن فعلا بيوقوا؟ هدول الدوايين هن غير شافين، يمكن قصروا مدة المرض، يمكن خففوا الأعراض شوي عن المرضى، لكن لحد الآن ما في دراسات أكيدة بتأكد شفاء المرضى بسبب هالعقارين الموجودين. لكن ممكن أعطاهم، ممكن نحن نعطيهم، بس لا ننسى دائما أنه هدول العقارين هن بذاتهم لهم تأثير على العضلة القلبية. صحيح. وممكن يساوون اضطرابات نظم وتطاول موجة كيو تي في تخطيط القلب. صحيح. الكهربائي. هلأ هدول الدوايين ممكن نعطيهم، لكن هن ما بيتعارضوا ويفضل تجنبهم، وخاصة عند المرضى يلي بالأساس عندهم أمراض قلبية يفضل تجنبهم. المرضى العاديين ممكن نعطيهم، ومثل ما قلت أنا ما في دراسات أكيدة ولحد الآن تؤكد دراستهم. هلأ بيضل عنا الأدوية يلي ممكن تقوي المناعة. كثير عم ينحكى عن الفيتامين سي، بينحكى عن الزنك، بينحكى عن الفيتامين دال 3، هي أدوية ممكن تقوي المناعة، لها فوائد، ما بيتعارض أخذها عند المرضى القلبيين أبدا. كل المرضى اللي عم يتناولوا أدوية قلبية ممكن نعطيهم هدول الأدوية وما بتتعارضوا معهم وما في أي مشكلة. لكن خلينا ناخذ بعين الاعتبار أنه التسمم بهدول الأدوية كمان له مشاكله، فإذا بدنا نعطيهم بالجرعاتهم النظامية. صحيح. ونحاول ما نزيد أكثر من اللي
لازم في سبيل انه نخلص من المرض، لانه هن بالاساس لا راح يخلصوا المريض من المرض، ممكن يقووا مناعته شوي ويفيدوه، لكن ما هن الشفاء للمرض. ايضا كما بدنا ننوه دكتور قبل النصائح اللي رح نعطيها، انه اي ماده سواء كان الازيتروميسين او الكلوروكين او اي نوع التهاب هو ما بينعطى قبل ما يصيبه للواحد اعراض كورونا، هو خطه علاجيه وليس خطه وقائيه. بالتاكيد. صحيح تماما. نصائح اخيره لكل يلي عم بيتابعنا اليوم وخاصه لمرضى القلب الضغط وخاصه هلا بظل الفيروس، كيف بدهم يديروا بالهم على حالهم؟ رسالتي انا لكل المرضى القلبيين اللي عندهم امراض قلبيه انه اهم شيء يحاولوا يوقوا حالهم ويحموا حالهم من الإصابة، وهالشي بيتم عن تجنب المرضى المصابين، عن تجنب المرضى المرشحين والمقربين واللي عندهم ارتفاع حرارة، عدم الالتصاق بالازدحامات ومناطق المناسبات والناس، المناطق اللي فيها تجمعات كثيرة. الكمامة كثير مفيدة، غسل الإيدين بالشكل اللي عم يتوجه له الإعلام بشكل كبير هو شغلة أساسية وضرورية. وكل المرضى لما ينصابوا القلبيين كلهم لما ينصابوا لازم ياخذوا ادويتهم القلبيه بشكل جيد وبشكل كامل، وهي هي شغله مهمه انه نحن نعطي ادويتهم بحيث ما نقصر في ادويتهم. مرضى السكري مثلا لازم ياخذوا الانسولين بجرعاته ولازم نضبط سكر الدم. مرضى ارتفاع الضغط الشرياني لازم ياخذوا ادويتهم ونحافظ على الضغط بشكل طبيعي، ما نحاول نهمل العلاج الاساسي اثناء الاصابه بالمرض. اكيد يعني نصائح متعددة قدمت لنا إياها اليوم، شكرا لك دكتور، ونتمنى الصحة والعافية للكل. شكرا لك. شكرا كثير لكم، وكل عام وانتم بخير. انت بخير دكتور.